السلام عليكم متابعي قناة دي ان اي التعليمية، أهلا وسهلا بكم من جديد. نواصل دروس الفصل الثاني للسنة الثانية آداب وفلسفة، وكذلك السنة الثانية رياضيات. بعدما أنهينا الدرس السابق الحمل، اليوم مع درس جديد وهو درس الولادة. قبل أن نبدأ في هذا الدرس، ما هي الهرمونات المسؤولة عن الحمل؟ كما رأينا قلنا أن الجسم الأصفر لا يضمر، بل يبقى يفرز في هرمون البروجستيرون. سبب إفراز هذا الهرمون هو التروفوبلاست التي تفرز هرمون الـ HCG. طبعا هذا الهرمون يؤثر على الجسم الأصفر لمدة 10 أسابيع، فلا يضمر الجسم الأصفر ويبقى يفرز في البروجستيرون. والبروجستيرون يساهم في بقاء مخاطية الرحم وبالتالي استمرارية الحمل. ثم قلنا بعد 10 أسابيع إلى غاية نهاية الحمل تتولى المشيمة إفراز هذا الهرمون، يعني إفراز البروجستيرول بكمية كبيرة، وإفراز كذلك الاستراديول أو الاستروجينات بكمية أقل. بقاء هذين الهرمونين مرتفعين يساهم في بقاء الحمل. طبعا ارتفاع كمية الـ HCG تؤدي إلى بقاء الجسم الأصفر وإفراز البروجستيرول. هذه المراقبة الرجعية نسميها مراقبة رجعية موجبة. ارتفاع كل من البروجستيرول والاستراديول أثناء فترة الحمل، سواء الذي يفرزه الجسم الأصفر أو الذي تفرزه المشيمة، يؤثر على المعقد تحت السرير النخامي بمراقبة رجعية سالبة، فيؤدي إلى خفض أو كمح إفراز كل من الـ LH والـ FSH، وبالتالي عدم حدوث دورة مبيضية أثناء الحمل. سؤال ثاني، هل دام إفراز هذه الهرمونات طيلة فترة الحمل؟ طبعا الاستراديول والبروجستيرول بقي طيلة فترة الحمل، يعني طيلة 9 أشهر. سؤال آخر، هل سيبقى الجنين يتطور داخل الرحم بعد هذه المدة؟ لا طبعا. ماذا يحدث؟ تحدث عملية الولادة. يعني لو نعرف الولادة نقول أنها يعني هي عملية خروج الجنين ولواحقه خارج الرحم. إذا كما قلت، درسنا اليوم هو الولادة، يعني كما رأينا في الدرس الأول الحمل، يعني الهرمونات المساهمة في حدوث الحمل. سنتعرف من خلال هذا الدرس على الهرمونات المساهمة في حدوث الولادة. لهذا سنطرح المشكل العلمي التالي: كيف تحدث الولادة؟ وما هي الهرمونات التي تؤمن هذه الظاهرة؟ وكفرضية يمكن وضعها، يعني تحدث الولادة بفعل تقلصات على عضلات الرحم، بفعل تدخل هرمون الولادة. ويمكن وضع الفرضية التالية، أن هنالك تغيرات في الإفرازات، هناك تغيرات في إفرازات الهرمونات المشيمية. من أجل الإجابة عن المشكل العلمي والتأكد من صحة الفرضيات، سنبدأ أولا في العنوان الأول لهذا الدرس. إذا العنوان الأول لهذا الدرس هو عضلات الرحم أثناء الولادة. لاحظوا معي جيدا هذه الوثيقة. لدينا هنا شدة التقلصات بدلالة الزمن. لاحظوا قبل يعني عملية الولادة هنا، ثم لاحظوا أثناء عملية الولادة، ثم بعد حدوث عملية الولادة. لاحظ هنا في 30 دقيقة أثناء حدوث الولادة، ولاحظ شدة التقلصات كيف تكون، ولاحظ كذلك قبل يعني حدوث الولادة وبعدها. إذن ما هي المعلومة التي تقدمها الوثيقة؟ طبعا من خلال هذه الوثيقة يتبين لنا أن الولادة تحدث بسبب زيادة تقلصات عضلات الرحم.
إذا تحدث الولادة بسبب زيادة تقلصات الرحم. السؤال المطروح هنا، ما هو سبب حدوث هذه التقلصات؟ ما هو سبب حدوث هذه التقلصات؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال نتوجه مباشرة إلى العنوان الثاني من هذا الدرس، وهو التغيرات الهرمونية أثناء الولادة. إذا لاحظوا جيدا الوثيقتين 1 و2 صفحة 85 من الكتاب المدرسي. لنبدأ بالوثيقة 1 والتي تمثل تطور كمية الهرمونات في البلازما خلال الأيام الأخيرة من الحمل وأثناء الوضع أو أثناء الولادة. طبعا هنا ندرس هرمون البروجستيرون باللون البنفسجي الداكن، وهرمون الاستراديول أو الاستروجينات باللون البنفسجي الفاتح. لاحظوا قبل الولادة، ثم لاحظوا أثناء يعني الولادة وبعدها. لاحظ أن كمية البروجستيرول أيام قبل الولادة تنخفض بهذا الشكل كما تلاحظون في المنحنى، يقابله ارتفاع في كمية الاستراديول، ثم بعد الولادة نلاحظ انخفاض كل من الاستراديول والبروجستيرول. نحن نتكلم هنا قبل الولادة، يعني نركز في دراستنا على التغيرات التي تحدث قبل الولادة. لاحظ انخفاض في كمية البروجستيرول وارتفاع في كمية الاستراديول. هذا بالنسبة للوثيقة 1. ننتقل الآن إلى الوثيقة 2 والتي تمثل تغيرات نسبة الأوسيتوسين خلال مراحل العمل الرحمي. طبعا هذا الهرمون الأوسيتوسين هو هرمون جديد لم نتطرق إليه في السابق. إذا الأوسيتوسين ومعناه يعني هي كلمة لاتينية ومعناها الولادة السريعة، هو هرمون يحرره الفص الخلفي للغدة النخامية. لاحظوا جيدا، هذا الهرمون يفرزه الفص الخلفي للغدة النخامية ويركب في منطقة تحت السرير البصري، إذا يتم تركيبه في منطقة تحت السرير البصري، وبعد ذلك ينتقل إلى الفص الخلفي، ومن هنالك يتم إفرازه في الدم. إذا الفص الخلفي وليس الفص الأمامي، لأنه رأينا أن الفص الأمامي يفرز كل من الألعش والأفصاش. أعيد، إذا الأوسيتوسين هو هرمون يحرره الفص الخلفي للغدة النخامية ويركب في منطقة تحت السرير البصري. لاحظوا متى يرتفع هذا الهرمون؟ أثناء يعني المرحلة الثانية من العمل الرحمي التلقائي أو أثناء تقلصات عضلات الرحم يرتفع هذا الهرمون. المطلوب استخرج من دراسة الوثيقتين الهرمون المتدخل في حدوث الولادة، علل إجابتك. إذا من خلال هذه الوثائق يتبين لنا أن الهرمون المتدخل في حدوث الولادة هو هرمون الأوسيتوسين، لأنه يعني حسب الوثيقة 2 هنالك علاقة بين زيادة نسبة الأوسيتوسين وزيادة النشاط الرحمي أو زيادة تقلصات عضلات الرحم. لدينا سؤال آخر، كيف يتدخل البروجستيرول والاستراديول في حدوث عملية الولادة؟ لاحظ جيدا، إذا يتدخل كل من البروجستيرول والاستراديول في حدوث الولادة عن طريق حدوث خلل في نسبة إفراز كل منهما خلال الأيام الأخيرة من الحمل، حيث يحدث انخفاض مفاجئ. لاحظ هنا انخفاض مفاجئ لنسبة البروجستيرول على حساب نسبة الاستراديول. هذا الانخفاض المفاجئ وكذلك ارتفاع الاستراديول يصطلح عليه أو نسميه نقول يحدث خلل في الميزان، ركزوا مع هذا المصطلح جيدا، في الميزان الاستروبروجستيروني. يحدث خلل في الميزان الاستروبروجستيروني يساهم هذا في حدوث عملية الولادة.
كذلك ارتفاع هرمون الأوسيتوسين الذي يحرره الفص الخلفي الغدة النخامية يساهم في حدوث عملية الولادة. ومن أجل فهم آلية حدوث الولادة بشكل دقيق نقترح عليك الدراسة التالية. لاحظ جيدا هذه الوثيقة التي تلخص لنا كيف تساهم هذه الهرمونات وتغيرات إفرازاتها في حدوث عملية الولادة. إذا ركز جيدا معي في هذه الوثيقة، لدينا الغدة الكظرية للمولود أو للجنين. في نهاية الحمل ماذا يحدث؟ الغدة الكظرية للجنين تفرز هرمون يسمى هرمون الكورتيزون. الغدة الكظرية للطفل تفرز الكورتيزون، هرمون الكورتيزون. ماذا يفعل هذا الهرمون؟ يؤدي إلى نقص إفراز البروجستيرون، يعني يؤدي إلى حدوث هذا الانخفاض. عند نقص إفراز هرمون البروجستيرون، هذا يرفع المنع عن تقلصات عضلات الرحم، يعني كان هنالك منع عن تقلصات عضلات الرحم بفعل ارتفاع البروجستيرون. لما ينخفض هذا الهرمون يؤدي إلى رفع المنع عن تقلصات عضلات الرحم، تبدأ عضلات الرحم يعني بالتقلص. تقلص عضلات الرحم تتولد عنه سيالات عصبية، هذه السيالات العصبية يتحسس لها منطقة تحت السرير البصري. كذلك ارتفاع الأستروجينات أو الاستراديول المفرزة من طرف المشيمة، هنا لاحظ هذا الارتفاع في الأيام الأخيرة للحمل، يؤدي إلى تحفيز الفص الخلفي على إفراز الأوسيتوسين. إذا السيالات العصبية تؤدي إلى تحفيز تركيب الأوسيتوسين في منطقة تحت السرير البصري الذي ينتقل إلى الفص الخلفي للغدة النخامية. ارتفاع كمية الأستروجينات تؤدي إلى تحفيز إفراز هرمون الأوسيتوسين، يتم إفراز هذا الهرمون هرمون الأوسيتوسين في الدم، ويؤدي إلى تضخم تقلصات عضلات الرحم بتدخل كذلك البروستاغلاندين أو البروستاغلاندينات، وهي وسائط كيميائية من طبيعة دهنية يشبه عملها الهرمونات، تنشأ في المكان الذي تؤثر عليه. إذن هذه الوسائط الكيميائية كذلك تزيد من تقلصات عضلات الرحم، فتزيد تقلصات عضلات الرحم ويؤدي هذا إلى حدوث عملية الولادة وخروج الجنين ولواحقه من الرحم. إذن لدينا هنا منطقة تحت السرير البصري، لدينا الفص الخلفي للغدة النخامية، طبعا هنا المشيمة، ورقم 4 الجنين. السؤال: اعتمادا على المعلومات السابقة المستخرجة من الوثيقتين 1 و2 وعلى معلومات الوثيقة المقدمة، اشرح باختصار آلية حدوث الولادة. من الأفضل أن تقوموا بإيقاف الفيديو وتحاولوا لتجيبوا عن هذا السؤال. ركزوا معي جيدا، سأعيد فقط ما تم شرحه منذ قليل. إذا هذا الشرح يلخص كيف تحدث عملية الولادة ومختلف التغيرات الهرمونية التي يعني تتسبب في حدوث الولادة. ركز جيدا، في نهاية الحمل يحدث اختلال في إفراز الهرمونات المشيمية، الهرمونات المشيمية طبعا الاستراديول والبروجستيرون، تحت تأثير الكورتيزون المفرز من طرف الغدة الكظرية للجنين، فينخفض إفراز البروجستيرون مما يؤدي إلى رفع المنع عن تقلصات عضلات الرحم. تحت تأثير السيالات العصبية الرحمية، لاحظ هنا سيالات عصبية تنتقل إلى منطقة تحت السرير البصري، والإستراديول المشيمي الذي قلنا أنه يرتفع
قبل حدوث عملية الولادة. طبعا تحت تأثير السيالات العصبية الرحمية والاستراديون المشيمي يفرز الفص الخلفي للغدة النخامية هرمون الأوسيتوسين بشكل متزايد، حيث يضخم كل من الأوسيتوسين والبروستاغلاندين تقلصات عضلات الرحم، ينتج عنها طرد الجنين وبالتالي تحدث عملية الولادة. أتمنى أن يكون الشرح واضح. كخلاصة لهذا الدرس، طبعا تبدأ الولادة نتيجة تقلصات عضلات الرحم التي تحفز بهرمون الأوسيتوسين المفرز من قبل الغدة النخامية إثر اختلال التوازن الهرموني الاستروبروجستيرون. وبهذا نكون أنهينا هذا الدرس. وكتقويم فقط لهذا الدرس، السؤال هنا: ما هو نوع المراقبة الرجعية أثناء الولادة؟ يعني يمكنكم من خلال هذه الوثيقة معرفة نوع المراقبة الرجعية أثناء عملية الولادة. وبهذا نكون أنهينا هذا الدرس. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ونلتقي في الدرس القادم بحول الله. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.